الاهلي يفوز على المقصه بهدف وحيد لاليو ديانج. هي نفس نتيجه الشوط الاول. الشوط الثاني مش عارف يعني زي ما يكون تطرق الاحساس للعيبه ان الماتش خلص او الفرقه اللي قدامهم يعني مش هتقدر تخش في اجواء المباراه مره ثانيه. ده اللي احنا شفناه الشوط الثاني. كابتن شريف الف مبروك. هو الهدف تحقق بثلاث نقاط مظبوط، ولكن يعني في علامات استفهام على الاداء الشوط الثاني. في فارق في الامكانيات بقى، يعني نتكلم كوره بقى. اذا كنا بنقول ان احنا لعبنا ربع ساعه وجبنا فيها جول وكان عندنا رؤيه وبنحضر الراجل اللي جاي ورا والراجل اللي جاي ورا عنده الامكانيه ان هو يلعب كوره جوه الجول بهذا الشكل بليسنج يعني على الارض، فانك تيجي شوط بعد كده ما تشوفش حاجه خالص او ما فيش اي كوره واحده فيها علامه اللاعب حتى بيوصل لغايه ناحيه اليمين مش قادر يلعب الكره بالعرض، كل الكرات العرضيه على الارض نص كده ملك للفريق المنافس يعني. لا في يعني في لعيبه تمسك الكره تطمن، ها في لعيبه تمسك الكره هم نفسهم مش عارفين عايزين يعملوا بيها ايه، تفكير بطيء جدا زي ما يكونوا مش عايزين يلعبوا يعني زي ما يكونوا هم مش جاهزين يلعبوا. خلينا نتكلم كلام تاني، مش جاهزين يلعبوا او مش قادرين يلعبوا او بعاد خالص فكريا وذهنيا عن الملعب نفسه. وقلنا في الاول وفي الاخر دي مباراه، يعني انا نازل العب يعني مش لازم عليا حد بيلعبني او اي حاجه، لا لا انا لعيب كوره بنزل العب ادي امكانياتي اللي انا معروف بيها او اللي انا الناس استقدموني بيها. والمعيشه عندنا في النادي الاهلي يا جماعه مش كده، عندنا جماهير في المدرجات بتفهم كوره كويس قوي ورايحين ينبسطوا، رايحين يشوفوا باص 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 تدوير وكره بتيجي من ناحيه بتنتهي بهدف، الراجل راح ينبسط وراح يشجع وراح يطلع الادرينالين اللي عنده عن طريق الماتش ده. مش هروح على طول احنا تحت اختبار، على طول احنا اي كره بتجينا بنهتز فيها وممكن تبقى هدف على طول. انت المره دي الفاول جه من خط 18 بالسنتيمترات، ها المره الجايه هيبقى جوه، وزي ما انا قلت لك الدوري يخلص بقى وما عندناش فرصه ثانيه وندور بقى على حاجات ثانيه. وبعدين لازم ايه اللي يعني ليه بتعمل لنفسك المشاكل دي كلها؟ طب ابسط حاجه ايه في الكوره؟ ان انا امسك الكوره باص 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 حتى انا الكوره هي اللي تجري مش انا اللي اجري، لو انا تعبان زي ما انا شايف يعني الكوره هي اللي تجري، لو انا خدت خطوتين بس هلاقي الكوره مع فرقه كمان مش مساعداك، يعني كل فرقه بتتفرج عليك في الاول تقول لك اكسبني، كل فرقه بتبقى اسمك كبير قوي الناس بتلعب مخضوضه من الاسم، انت لازم تواكب القصه دي بطريقه اكتر اجريسيف اكتر شراسه نخوه. انت كنت بتقول هيبه يا علاء، فاكر هيبه اكتر هيبه، يعني انا لو لعبت ومش قادر وعندي الهيبه وعندي الحراره وعندي الروح وعندي هيبه شكلي اعتقد مع الفرقه اللي انا بلعبها اقوى بكتير قوي من الشكل اللي احنا بنتفرج عليه ده. ما بتكلمش على لاعب معين ولا بتكلم على حد، انما الراجل المدرب بيتفرج واحنا هنرجع نقول المدرب ده كويس ولا المدرب ده وحش ولا طب ما هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت لو مكانه هتعمل ايه؟ دي بيستعرض ده وبيستعرض ده وبيستعرض فين الامكانيه اللي موجوده. الغريب بقى ان انا شفت الناس اللي عندها كوره بتسخن كويس؟ شفت وليد سليمان اللي هو اكبرهم سنا عنده كوره بيسخن كويس؟ قلت كويس اهو وليد هيمسك كوره في نص الملعب، ما لقيتوش. لقيت التغييرات كلها فجاه الماتش قلب عليا انا وبقيت خايف. ابتديت العب اطلع الاطراف بتوعي، ابتديت انزل حمدي فتحي في نص الملعب يمسك الكوره مع ديانج. السيناريوهات بتتغير، لا لقيت زياد طارق ولا لقيت محمد محمود ولا لقيت وليد سليمان، ها لقيت الناس اللي احنا عايزين نريحهم اصلا. فظروف المباريات والظروف اللي انت بتمر فيها دي انا بالنسبه لي مش اكتر من قصدك معلول وهاني وحمدي. لا هنادي الناس احنا عايزين نريحهم اصلا عشان ناخد منهم ماتشات اللي هي معلول وحمدي حكايه بالنسبه لي انا. دي امكانيات، دي امكانيات لعيبه بتلعب معانا، دي امكانياتها
تطلبش بقى اكتر من كده. انت لازم تدور الحكايه بقى بالناس اللي عندها كوره عندك وافكتيف وليهم خبرات وكده ودوس بقى. مالكش غير في اللي يديلك. انا محتاج اللي يديني دلوقتي. محتاج هو الفكر ده، انما انت هتسلم الفوطه بالشكل ده. احنا انا في انا بعد الماتش عايز اقول لك ايه، انا في حاجات بتحصل شواهد كده، ده احنا ما اتعادلناش النهارده وكسبنا احنا اللي هناخد الدوري. انت قلت لي كده فعلا مش كده؟ قلت لك احنا اللي هناخد الدوري. رد الفعل بقى عليا انا هيحصل ايه بعد كده؟ هجوم. الناس هتقول ايه؟ اهلاويتك ازاي ده؟ مش لازم نواكب كمان اسلوب لعب وطريقه لعب. انا اقول عليها الكلام ده قلنا بنمشي على سطر ونسيب سطر. الحمد لله ان كسبنا الماتش اللي فات والماتش ده الحمد لله خلاص. في دوافع نفسيه بقى، كل ما تكسب عايزين نبطل نغمت بقى. انت مرهق، انت تعبان، يحسن هم يصدقوا كمان. يعني يحسن اللعيب يصدق نفسه ان هو مرهق و... لا لا لا، مفيش حاجه اسمها ارهاق بقى خلاص. قصدك على بعض اللاعبين بقى؟ هو ده المتاح بالنسبه لنا احنا، هم دول المتاحين بالنسبه لكم. الباقي كله متعوض. أي. مستشفى كلها. أي. لا عارف انت راح تقدر تقول حسام حسن ولا محمد شريف ولا صلاح محسن؟ لا خلاص، هو حسام حسن. مفيش بدائل في بعض. فهمتني؟ عايز تجيب له محمد فخري النهارده؟ مفيش. ما مش هيساعدك انك تقول يبقى بديل. مفيش علامه النهارده. هنرجع ندور على زياد طارق وندور على وليد سليمان. لازم نبتدي بقى المباراه وحاجات كده. انت لازم تبقى عندك جرأه في اللعيبه اللي هي تديك 40 دقيقه تخلص جون واثنين. احنا من اول الماتش لاخر الماتش قاعدين نقول هو هتجيب هدف ان شاء الله والهدف اللي بعديه بس، هتلاقي الدنيا سهله قوي. ف خلاص هي مرحله لعيبه بقى بيني وبينك يعني. لاعب لازم يعسكر بنفسه كده لنفسه ويدي كرة بقى اللي احنا يعني كل ما كان بيجري في الملعب كل ما هيلاقي الكرة في رجله، كل ما بنجري في الملعب بنلاقي الكرة في رجلينا. فكل ما بنجري في الملعب بنساعد بعض، نساعد واحد زي ديانج ده. يعني رامي ربيع اكبرهم سنا، خد بالكم موت نفسه النهارده وبينطوا. الوحيد اللي بيطلع ياخد عايز ياخد كرة عاليه باقيين بينطوا مكانهم. ايوه. ف طلب من الكابتن احمد عبد القادر وبقيه اللعيبه لا لازم تبحثوا شويه انك انتوا تدونا اللي اديته لنا. انا قعدنا نقول على احمد عبد القادر ده من احسن لعيبه مصر واتخذ منتخب وراح فين بقى؟ احنا عايزين نشوف الكلام ده بدون مسميات. انا مش عايز اقول احمد مثلا او لعيب معين يعني كويس، انما انا انت قلت كابتن قلت خلاص، بس انا قلت عشان انا محتاجه دلوقتي. ايوه، ما انا قلت عليه انه من احسن الناس قبل كده. أيوه. انا محتاجك دلوقتي. ف هم اللعيبه فاهمه انا عايز اقول ايه. يعني لازم المرحله الجايه دي كلها يا جماعه دي مرحلتكم انتوا، وخلينا بقى نقعد نقول لكم شكرا. يعني شكرا انك انتوا اديتوا بالنصيحه، اديتوا لازم نتكلم مع بعض. دايما احنا نتكلم مع بعض، انت سمعت ونفذت، هي دي الفرصه يعني. فبالتوفيق مبروك الاول النهارده والحمد لله عدت على خير. وعقبال ان شاء الله ما الاداء يتحسن بإذن الله رب العالمين.